مساء الخير على حضراتكم. النهاردة إن شاء الله استكمالا لكلامنا عن منطقة دون الجبل، أحد أهم المناطق الأثرية الموجودة في محافظة المنيا في مصر، هنتكلم على مقبرة مهمة جدا من المقابر هناك، ألا وهي مقبرة بيتوزايرس. We will talk about one of the most important and remarkable tombs in the necropolis of Tun al Jabal in Almania in Egypt, which is the tomb of بيتوزايرس. الحقيقة منطقة أو المكان بتاع مقبرة بيتوزايرس تعتبر من أقدم المقابر، هي ومقبرة تانية اسمها مقبرة باديكام، هما يعتبروا أقدم مقبرتين موجودين في الجبانة بتاعة دون الجبل. المقبرة بترجع لتقريبا 300 قبل الميلاد، يعني بعد فترة بسيطة جدا بعد قدوم الإسكندر الأكبر لمصر، فهي تعتبر من المقابر البطلمية أو ترجع لأوائل الفترة البطلمية. المقبرة تقريبا موجودة 200 متر جنوب منطقة معبد الإله تحت أو تحوتي هناك، خلال الفترة ما بين القرن الثالث والقرن الثاني قبل الميلاد أصبحت المقبرة من المقابر المهمة أو مكان لزيارة العديد من الإغريق، والدليل على كده إن احنا لقينا بعض الانسكريبشنز أو الجريك انسكريبشنز في المقبرة. مين هو بيتوزايرس؟ بيتوزايرس الحقيقة معروف إن هو الهاي بريست، كان الكاهن الأكبر لمعبد الإله تحت في منطقة الأشمونين، وكان معروف طبقا أو يعني على حسب الزخرفة بتاعة المقبرة وكده، فهو ده إن دل على شيء فيدل على إن الراجل دوت كان بيتمتع بمكانة اجتماعية مرموقة جدا، وكان يعني يعتبر رجل ثري أو رجل يعني ليه مكانة وبرستيجس جدا في المجتمع اللي هو كان عايش فيه. تعالوا نقول الكلام دوت بالإنجليش. Both the tomb of Pitozyrus and the tomb of Padikam were the most ancient tombs in the necropolis of Tun al Jabal. Both of them date back to the 300 BC, shortly after the arrival of Alexander the Great to Egypt in 332 BC. بعد زيارة أو بعد قدوم الإسكندر بفترة بسيطة. The tomb of Bitozyrus date back to, as we said, to 300 BC. It's located about 200 meters to the south area of the temple of Tahut and or Dahuti, and Dahuti is one of the most important gods in ancient Egypt. During the 3rd century and the 2nd century BC, this tomb became a very important center for visit for the Greeks who visited this tomb. And this was confirmed by the existence. يعني دوت مؤكد من خلال إيه؟ This is confirmed by the existence of Greek inscriptions in the tomb. As we said, the owner of the tomb is Pitozyrus, and Pitozyrus is the high priest, or was the high priest of the temple of Tahut in Ashmonin or Tun al Jabal during the Persian period, and when the Greek culture began to spread in Egypt. According to the inscription of his tomb, he was apparently a very wealthy man, a prestigious man. He was also the overseer of Mehe's farms and gardens. The tomb was dedicated to Petosiris and also to his father and his elder brother. امتى المقبرة دي تم اكتشافها؟ اكتشفناها امتى؟ الحقيقة المقبرة تم اكتشافها، ادي شكل المقبرة اهوت، تم اكتشافها سنة 1919، وجوستاف ليفابغ هو اللي بدأ بنشر المقبرة. This tomb was discovered in 1919. وبعد كده عدد من الناس او بعد عدد من الاماكن بدأت تعمل اكتشافات او بدأت تنقب وتكتشف المقبرة، وليها دراسات كتيرة في المقبرة من تقريبا من سنة 1970 لسنة 1980. كانت جامعة ترير الألمانية كانت عاملة دوكيومنتيشن كامل عن المقبرة، وسنة 2004 تقريبا نفس الجامعة بدأت برضو تشتغل على المقبرة والمنطقة الجنوبية منها. So this temple or this temple shaped tomb of Petosiris was firstly discovered in 1919 by Lefebvre, who published the tomb. And after that, the German University of Trier began a very important or a comprehensive documentation program.
This began in 1970 till 1980, and after that, in 2004, the same German university also completed its study on the area of the tomb and also the southern area of the tomb. طيب المقبرة بتتكون من ايه؟ تعالوا نشوف كده اهم اجزاء المقبرة بشكل كده مبسط. المقبرة بتتكون من altar اللي هو المذبح، والمذبح دوت شوية واخد الشكل اليوناني وهنشوفه مع بعض بشكل مقرب يعني. الدروموس اللي هو الطريق المؤدي للمقبرة، الانترنس اللي هو مدخل المقبرة، وزي ما قلنا حتى المرة اللي فاتت ان المقبرة عادة بتتكون من حجرتين، واحدة بتصل الى الاخرى، فالحجرة الاولى الحجرة الامامية بتسمى بروناوس، والحجرة الثانية الناموس اللي هي كانت دايما المين بيريال تشامبر. So the temple shaped tomb of Protosiris consists mainly of the following parts: the altar, the dromos, the entrance, the pronaos, and the naos. تعالوا نشوفهم على الخريطة اهو. This is the altar and this is the dromos leading to the tomb. This is the facade or the entrance of the tomb. And after that we have the pronaos and finally the naos. ادي الالتر اهو اللي معمول عليه سهم. وزي ما قلنا ان الالتر دوت او المذبح دوت موجود او احنا شفناه في قدام مقبرة بيتوزايرس وبرضو مقبرة باتيكام. الالتر دوت يعتبر تأثير يوناني نتيجة ان الاشكال المثلثة ديت ظهرت في المذابح اليونانية اكتر في بلاد اليونان، وهي تعتبر يعني سبستيتيود او يعني شكل مختلف عن مثلا الأوفرينج تيبلز اللي كانت موجودة اكتر في انشنت ايجيبت. ودوت زي ما قلنا البروسيشنال واي او الطريق المؤدي لمنطقه المقبره نفسها. So we have here the prono, the altar, both the tomb of Betosiris and the tomb of Patikam. They have an altar in front of the entrance. The altar here has a Greek feature. What is the Greek feature? The triangular shapes over the altar. It's totally different from the traditional offering tables of ancient Egypt. We have also here the dromos, and the dromos is a processional way which leads to the entrance of the tomb. طيب الانترنس بتاع التومب عامل ازاي؟ ادي الانترنس بتاع التومب. احنا دلوقتي قدام المقبرة نفسها. المقبرة نفسها الحقيقة مغطاة الواجهة بتاعتها بالعديد من مناظر التقدمة المختلفة اللي بيظهر فيها بيتوزايروس وهو بيقدم القرابين المختلفة والتقديمات المختلفة للآلهة. دي من الحاجات المصري، بالإضافة ان احنا لقينا فيها هايم كده او يعني ترنيمة للإله راح وراختي، ومنقوش برضو عليها أسامي وألقاب بيتوزايروس الكاهن. الحقيقة الانترنس بتاع مدخل المقبرة إلى حد ما يعتبر عريض، وده يعني خلى الأثريين بيميلوا أو بيرجحوا إن المقبرة كانت بتغلق عن طريق باب من الخشب أو باب مكون من جزئين. So we have here the entrance or the facade of the tomb. As we see here, the facade of the tomb is described or decorated with different offering scenes. يعني offering يعني مناظر للتقديم for Betosiris, offering to the Egyptian deities. We have also the hymn of to Rahuraghti, dedicated to the Egyptian god Rahuraghti. Also, the names and the titles of Betosiris are inscribed on the facade of the tombs of this tomb. The wide entrance was probably closed by a door of two parts, and after that the entrance leads to the pronaos. برضو من الحاجات المهمة جدا ان احنا عندنا هنا ظاهرة معمارية مهمة اللي هي حاجة اسمها حوائط الستائر، الكيرتن وولز او السكرين وولز. ايه هي الكيرتن وولز او السكرين وولز؟ هي عبارة عن حوائط، حيطة من الاخر يعني، هي بتصل ما بين العمودين تمام، بس مش بتقفل المكان كله او مش بتقفل، مش بتربط بشكل كامل لاعلى العمود، لا مجرد بتصل مثلا للمنتصف العمود او اعلى من المنتصف بحاجة بسيطة خلاص. ودي احد المظاهر المعمارية اللي ظهرت بشكل خاص في العمارة في مصر وخصوصا في العصر اليوناني الروماني. So we have here four columns
خلاص عندنا هنا 4 أعمدة، عمودين منهم بياخدوا شكل التيجان بتاعتهم، بتاخد شكل البالمي فورم، شكل التيجان النخيل، واتنين منهم بياخدوا شكل اللوتس زي ما انتوا شايفين. ويصل ما بين هذه الأعمدة زي ما قلنا حوائط الستائر أو الكورتن وولز. So the facade of the tomb takes the shape of a temple. هي فعلا شكلها كأنك داخل معبد مش كأنك داخل مقبرة. The facade of this tomb takes the shape of a temple and includes 4 columns. The two flanking the entrance, this one, this one, and this one, has the shape of lotus flowers. Okay, and the other columns have palmiform capitals. Between every column and the other, we have a wall, and this wall was called a screen wall or a curtain wall. What is the definition of a screen wall or a curtain wall? The screen wall or a curtain wall is a type of walls which was especially was found in the architecture of Egypt during the Greco-Roman period, and it connects between the two columns to the half of the two columns. And the curtain walls here are inscribed and decorated with different offering scenes. طيب دي الفساد بتاعة التمبل زي ما قلنا. من أهم المناظر اللي هنلاقيها على الفساد بتاعة التمبل شكل بيت أوزيرس وهو واقف قدام الإله تحت وهو بيقدم له التقدمة والقرابين المختلفة. آدي شكل برضو يعني للتوم بتاعة بيت أوزيرس. ادي زي ما قلنا الالتر, the domus, the facade of the tomb with the 4 columns, the curtain walls connecting between each columns with different inscriptions, hymns, titles and offering scenes. ايوه دوت برضو من المناظر اللي احنا قلنا عليها. هنا بيت أوزيرس is represented offering to God Thoth, and this is found in the western part of the facade right to the entrance, and here God Thoth is represented in the form of a baboon headed man. Okay, and he is seated on the throne. ودايما احنا نعرف ان تحوت كان ليه رمزين من يعني رموز حيوانية مقدسة, اهمهم طائر الايبس والقرد البابون, احد فصائل القرد الافريقي. So as we know that Thoth, the god of wisdom in ancient Egypt, they were two sacred animals which were consecrated for him. The baboon, which was one of the types of the monkeys in ancient Egypt, and also the a certain bird which is called the ibis bird. خلاص خلصنا الالتر, خلصنا الدروموس, وسبنا وشفنا كده الفساد بتاعه التمبل او التمبل شيب توم نقدر نتكلم نقول فيها ايه. احنا كده دخلنا على البروناموس بتاع المقبره اللي هي اول حجرات المقبرة بتاعة بيت أوزيرس. وزي ما قلنا ان احنا ممكن نقول على الغرفة دي ساعات بيتقال عليها بروناموس, ده صح. لو قلنا عليها ان هي انتي روم برضو صح ما فيهاش مشكلة. لو قلنا عليها بورتيكو برضو صح ما فيهاش اي مشكلة. المقبرة دي او الجزء دوت من المقبرة كان مخصص لل الفرينري ريتشوالز او الطقوس الجنازيه المختلفه للبيت أوزيرس وابوه اللي هو سيشو, او وبالاضافه لاخوه الاكبر, اخو بيت أوزيرس الاكبر اللي هو جد تحط ايوفانخ. وبعد كده البروناموس دوت بيصل الى الناموس او حجره الايه الدفن الرئيسيه. So the pronaos here, it's a rectangular room. Okay, it was originally consecrated for. يعني إيه consecrated for؟ يعني كانت أساسا مكرسة for the funerary rituals of Pit Osiris and also his his father Sesshu and also his elder brother who is called Jed Hot Efanch. And after that, the pronaos is leads through a door into the naos. ادي شكل المقبرة تاني. يبقى احنا كده خلصنا البروناوس. It's a wide rectangular hole taking the width of the tomb, and through this entrance we enter the chapel. Chapel is right, ناموس is right. خلاص طيب المقبرة او الحجرة ديت الرئيسية احنا هنلاقي فيها
دعامات في المنتصف، والمقبرة بتتقسم لثلاث أجزاء، أو الناموس بيتقسم لثلاث أجزاء، أدي أول جزء، الجزء اللي في النص والجزء الآخر، فهو الأربع دعامات دول بيقسموا الشابل ديت لثلاث أجزاء رئيسية. والجزء اللي في النص دوت هو اللي بنلاقي فيه الشافت او البير اللي بنستخدمه للسبترينيان جاليريز، او اللي احنا بنستخدمه في عملية الدفن نفسها، بالإضافة لبعض الغرف بقى الأخرى اللي تم إضافتها خلال العصر الروماني. So this chapel, the chapel or the ناموس, is divided by the pillars here in the central part. It's divided into three parts. The central part is flanked by two other parts. And in the central part of the ناموس, we can find here a shaft, the shaft which was used for burying the bodies inside the ناموس. And we have also here some additional parts which were added later after the main construction or after the main date of the tomb. طيب ايه هي يعني ايه اللي يخلي مقبرة بيتوزايرس مهمة جدا في الشرح حتى للجايدز بالذات او المرشدين؟ ان هو مقبرة بيتوزايرس تعتبر من أعلى مراحل الاندماج في المناظر المصورة ما بين الشكل اليوناني أو ملامح الفن اليوناني وملامح الفن المصري. الحقيقة احنا عندنا مناظر تعتبر مناظر تقليدية مصرية بشكل كبير جدا، ولكن ملامح الوجه الناس المصورة في المناظر المختلفة دي خدت الشكل اليوناني، بالإضافة للملابس، نفس الملابس نفسها كانت شكلها يوناني، فده يعتبر قمة الامتزاج ما بين المناظر المصرية الخالصة بالإضافة للتأثير اليوناني اللي كان ظاهر جدا في ملامح الوجه للشخصيات المصورة، اللي كان ظاهر برضو في الملابس المختلفة، بالإضافة لبعض المناظر برضو خدت ملامح أو خدت تأثير يوناني كبير جدا جدا. فبالتالي المقبرة ديت من المقابر المهمة جدا لأي مرشد سياحي إن هو يعرف يشرحها. So what are the importance of the wall scenes or the depicted scenes in the tomb of Botosiris? It considered to be a perfect combination between the Egyptian art and also the Greek art. The wall reliefs of this tomb reflect, يعني reflect يعني بتعكس, they reflect both the Greek art and the traditional Egyptian decoration. The mixture between the two arts is very clear through the daily life scenes. The daily life scenes are derived from the Egyptian traditional tombs. However, the facial features, the costumes which were depicted are mainly Greek in feature. زي ما شفنا احنا هنلاقي دايما السينز اللي احنا هنركز عليها في البروناموس والناموس. طيب ايه الفرق ما بينهم؟ السينز بتاعت البروناموس دايما عادة بيطغى عليها ان هي مناظر تمثل الحياة اليومية. عندنا مناظر الحياة اليومية في الناموس؟ عندنا، بس انا اقصد ان غالبية المناظر الموجودة في البروناموس هي مناظر الحياة اليومية، على عكس الناموس دايما بتغلب عليه المناظر الدينية. So what are the difference, the main difference between the scenes of the Pronaos in the tomb of Botosiris and the scenes of the Naos in the tomb of Botosiris? The scenes of the Pronaos are depicting the daily life activities. On the contrary, the scenes of, or the majority of the scenes in the Naos are representing religious scenes. حاجة تانية مهمة جدا، هنلاقي ان معظم المناظر اللي كانت موجودة في منطقة الناموس او الجدران بتاعة الناموس مهدية اكتر لبيتوزايرس، على عكس الناموس في مناظر اكتر مهدية لبيتوزايرس and his family. ظهر فيه جدا يعني والده سيشو واخوه الاكبر، فبالتالي عائلة بيتوزايرس ظهرت بشكل كبير جدا في الناموس. The scenes of the pronaos are dedicated to Pitozyrus. And on the contrary, we can find that the scenes of the Naumus are dedicated to Pitozyrus and also his family, mainly his elder brother and his father.
طيب تعالوا كده هنبدأ واحدة واحدة، نقول ايه الحاجات المميزة. طبعا احنا مش هنشرح كل المناظر، بس هنقول ايه المناظر المميزة في كل جدار. ادي الكامبس، انا حطيت لكم الكامبس بشكل اوضح. اي خريطة، اي مقبرة، اي معبد لازم يبقى فيها كده شكل صغير، هو دوت الكامبس بتاعنا او الاتجاهات بتاعة المقبرة. The tomb here is running from the north to the south. يعني اتجاه المقبرة عندنا الدايركشن بتاعها north south. هندخل على الناموس هنلاقي النورث بول. النورث بول يمين وشمال. ايه اهم المناظر اللي موجودة فيه؟ scenes of the different industries، مناظر مختلفة من الصناعة، وهنشوف مع بعض ايه الصناعات اللي كانت مصورة. incense and perfume makers، عندنا مناظر للناس اللي بتصنع العطور المختلفة والزيوت العطرية والبخور والكلام دوت كله. woodworkers or carpentry، اللي هو النجارين، الناس اللي بتصنع الاساس وخصوصا الاساس الجنبي. agricultural scenes، المناظر المختلفة اللي بتصور عملية الزراعة. so in the pronouns we can find the north wall. the north wall we can find scenes for the different industries in Egypt. examples for these scenes or examples for the industries are metal workmen، الناس اللي هم بيشتغلوا في التعدين. silver and goldsmith at work are also depicted. They were reading the traditional Greek customs. however, the workers represented refining and polishing their work. بيصنعوا وهم بيعملوا الشغل بتاعهم وبيعملوا لهم عملية polishing أو تلميع. We also can find scenes for the incense and perfume makers. The woodworkers are also depicted, including the funerary furniture. With the meaning of funerary furniture, the furniture which was specially placed in the tombs, and the manufacture also of reed frames. And also we have agricultural scenes. ادي شكل النورث وول of the pronouns. ادي اشكال الناس اللي بتصنع حاجات مختلفة من الميتال workers والاندستريز. عندنا هنا اشكال الناس اللي بتصنع البرفيوم، الناس اللي بتصنع الفينيري فيرنتشر. تمام، وادي الفينيري فيرنتشر اهي الاساس الجنسي المختلف. فالحقيقة انواع مختلفة جدا من الصناعات كانت مصورة في النورث وول. ادي الميتال وركرز اهم وهم بي بي يعني بيصنعوا او بيشكلوا الاشكال المختلفة. the metal workers here are finishing their objects, the metal objects in the north wall. ادي شايفين here one of the workers are gilding. apparently he is gilding the one of his pieces of work. ده منظر للبرفيوم ميكرز، they are making perfumes in the different bowls. خلاص ادي الناس اللي هي بتصنع العطور. also another scene for the perfume makers here، they are mixing the ingredients on the perfumes. ده برضو شكل ال workers with the latha، اللي هي بيضربوا بيها زياد، بيدقوا بيها جامد على المتل. كل دوت موجود في ال north wall of the pronouns. عندنا برضو شكل ال woodworkers، ادي بيصنعوا different manufacturing the different pieces of furniture. خلاص they are the reed frames, the manufacturer of the reed frames. and here they are the woodworkers are making funerary furniture for a bed, taking the lion shape. ده يعتبر برضو احد اشكال الاساس الجنسي مستوحى من الشكل المصري، وبيبان به هنا العمال وهم بيصنعوا. طيب يبقى احنا كده خدنا اول حاجة النورث وول. النورث وول زي ما قلنا فيها different scenes, industry scenes, perfume scenes, woodworkers, carpentry, agricultural scenes. الايستن وول فيها ايه؟ الايستن وول الحقيقة فيها the upper register، فيها الجرين هارفست سين، معناها اللي هو موسم الحصاد، حصاد القمح بالذات. السنترال ريجستر بيمثل حصاد الكتان.
واللور ريجستر بيبان فيها بيتوزايرس، وهو بيدي اوامره للعمال او الناس اللي كانت بتشتغل تحت ايده، بالاضافه لراعي بعض المواشي كانت برضو مصوره. So in the east wall of the pronaos of the tomb of Betusiris, we it's divided into three registers. يعني ايه register؟ يعني register يعني ان الحيطه نفسها متقسمه لثلاث اجزاء رئيسيه. لما اقول لك الابر register يبقى هو دوت الشريط الاعلى او الجزء الاعلى من الجدار. It represents the harvest scene, representing farmers cutting the grain with their curved sickles. يعني هم بيعملوا عملية حصاد under the supervision of an overseer. The central register shows the linen harvest. The lower register is divided into two parts. The lower register, الشريط الأسفل أو الجزء الأسفل من الحيطة ديت، الحائط الشرقي، مقسمة لجزئين. الجزء اللي على اليمين بيمثل بيتوزايرس. The right side represents Petosiris giving orders to his overseers to direct the work, and the left side represents the herd of a cattle. تعالوا كده نشوف احنا بنشرح فين بالظبط. احنا بنشرح في الايست وول. خلصنا النورث وول، يبقى احنا بنشرح في الايست وول. ادي الايست وول، تمام، او اهيات الهارفست اوف ذا جرين، ذا هارفست اوف ذا لينن، the herds of cattle which were led by different farmers. And also here we can find Betusiris giving his orders to one of his workmen. ادي threshing، او اللي هو عمليه ان انا بفصل القمح عن السيقان بتاعته. وعندنا برضو منظر لعيلة كاملة بتعمل عملية مشتركة في عملية الحصاد. We have a whole family. The members of the family here are depicted in the harvest of the flax, with the accompanied also even with their children. And as we can see here, the Greek effect is clearly visible in the clothes of the man here. Here is the sowing and plowing among the harvest scenes with the assistance of different animals. تمام. Harvesting the flax and whipping with a brow. عملية اللي هو تقطيعهم وتخزين الفلاكس أو الكتان. هنا هنلاقي بيتوزايرس dealing with one of the overseer. He is giving his orders to one of his workmen here in the eastern side, in the eastern wall, on the right side of the eastern wall. طيب ال western wall of the pronaos، ايه هي اهم المناظر اللي بنلاقيها على ال western wall؟ الحقيقة دايما بلاقي ال cattle breeding، عملية تربية المواشي، بالاضافة لمنظر او مناظر مهمة جدا بتمثل عملية صناعة النبيذ في مصر. So we have mainly two topics represented on the western wall of the pronaos. The first scene or the first topic is the cattle breeding, and the second one is the wine manufacture. ادي الويسترن سين اهي، خلصنا النورثن، خلصنا الايسترن، ادي هوت الويسترن. Here we can find the cattle breeding, and here are different scenes representing the different steps in the process of wine manufacture. ده بيمثل المناظر المختلفة أو الستبس المختلفة اللي كان المصري القديم بيتبعها لعملية النبيذ، من أول جمع العنب، محصور العنب نفسه ووضعه في المعصرة، وإن المعصرة ديت بتدور أو بتم يعني إن هي بتعصر عناقيد العنب من خلال إن هي بعض العمال المخصصين لذلك، وبعد كده تعبئة النبيذ داخل أنفرة وتغطيتها. ومن الواضح ان في حد هنا بيعد الاواني المختلفه المملوءه بالنبيذ في الاول أنفرة المملوءه بالنبيذ. Here is a scene of the cattles. خلاص. And it's found in the western wall of the pronaos of Betusiris. And also another part, as we can see here, the different sizes and shapes of the animals. Here are part of the people who are picking the bunches of grapes.
خلاص ان هما كانوا بيقطفوا بقى عناقيد العنب. And here they are filling and sealing the amphora or the jars with wine. He is recording the vintage. He's recording probably the number of the wine jars. الساوث وول الحائط الجنوبي من البروناموس ترى هنلاقي فيه ايه. الساوزن بروناموس عندنا مقسم لجزئين، الجزء الاعلى بيمثل بيتوزايرس والفاميلي بتاعته زوجته واولاده، واللور ريجستر بيمثل اشكال بوتشرز اللي هم الجزارين وبعض مناظر لحملة القرابين. وهنلاقي برضو بعض يعني من الناس اللي هم أسرة بيتوزايرس نفسهم، أهمهم زوجته وثلاثة من بناته. So the south wall of the pronaos is divided into two registers. The upper register represents Pithozyrus and his wife and his family, and the lower register represents scenes for the butchers and the offering carriers. In front of them you can find the seated Pithozyrus and his wife and three of his daughters. ده الـ south wall زي ما احنا اتفقنا. ادي الـ offering bearers ان هم الناس اللي شايلين القرابين المختلفة، تمام. And this is also another very important ritual, which is the bull sacrifice. دوت بيمثل عملية تقديم لثور من الثيران. بكده نكون خلصنا الجزء الأولاني اللي هو البروناوس، شرح الجزء الأولاني من مقبرة بيتوزايرس اللي هو البروناوس بتاع المقبرة.